بعد الشوربة. النهاردة الشوربة بتاعتنا شوربة فلفل مشوي، بتبقى لطيفة جدا وحلوة قوي قوي قوي. انا مستخدمة فيها النهاردة فلفل بس مشوي، انتوا تقدروا كمان تزودوا عليها طماطم مشوية، ثوم مشوي، بصل مشوي، زي ما انتوا عايزين، بس احنا النهاردة عاملينها بالفلفل بس. فلفل رومي احمر مشوي، ثوم مفروم، جزر متقطع رفيع جدا، كريمة حامضة، بقدونس، ملح وفلفل طبعا، زيت، وشوية مرقة. أنا خدت من مرقة الموزة لأنها كانت كتير عندي، أنتوا عايزين تستخدموا أي نوع مرقة تاني مفيش مشكلة خالص. أوكي يلا تعالوا نبدأ، نقرب دي بقى شوية عشان المسافات ما تبقاش بعيدة قوي ونفضل رايحين جايين. طيب واحنا بنعمل الشوربة عايزة أجاوب على الرز بلبن. الرز بلبن للكيلو بنستخدم نص كوباية من الرز المصري، بنغسلها غسلة سريعة مش غسلة تقيلة قوي عشان أنا عايزة النشا اللي في الرز. أرفعها على النار مع شوية مية، يعني للنص كوباية هحط نص كوباية مية في نص كوباية مية في نص كوباية مية لحد ما يستوي. هحط عليه كيلو اللبن سخن، هحط عليهم الفانيليا، ومع الفانيليا هحط عود قرفة صحيح وواحدة مستكة. افضل بقى اقلب 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 لحد ما يتشرب. في الاخر خالص لو حبيتوا تحطوا معلقه من النشا متدوبه اوكي، لو النشا بتاع الرز كفايه اوكي. في الاخر خالص واحنا بنفنش بنديله معلقتين من بودره الكريم شانتيه، وبنديله معلقتين من الايس كريم، بودره الايس كريم الفانيليا في الاخر خالص، ونص كوبايه كريمه لباني. نقلب 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 بس تقليبه واحده على النار بعد ما نحط الاضافات دي ونغرفه، والف هنا وشفا. بصل، ثوم. يا مريم. ايوه ايوه يا مريم اتفضلي انا معاكي. عايزه معرفش هو الورق اللي هو بيتقلي عليه بيشيل الزيت، عايزه اعرف اسمه ايه. ملح وفلفل. مريم انا معلش انا ما سمعتش السؤال، الصوت مش واضح. الورق. الورق اللي هو بيتقلي بيشيل الزيوت، يعني زي البلاز لما تعمليه زنبوزه كده، اسمه ايه؟ ورق اللي بيشرب الزيت اللي احنا بنطلع عليه الحاجه اللي هو ده يا مريم؟ ايوه. حاضر عيني. ده اسمه ورق مطبخ، في اي قسم في السوبر ماركت بتاع المناديل هتلاقي مكتوب عليه ورق مطبخ، بيبقى رول طويل كده اهو، اسمه ورق مطبخ. وطبعا الماركات كتير جدا، اختاري الماركه اللي تناسبك. حطيت هنا البصل، ملح وفلفل، ثوم مع الزيت، وبعدين هنزل عليهم الجزر تشويحه تانيه، شويه بقدونس، وهسيب شويه للفريش للاخر، الفلفل اللي احنا شويناه. طيب شويناه ازاي بقى؟ انا جبت الفلفل وهو صحيح، حطيت عليه رشة ملح ورشة فلفل ورشة زعتر ورشة ثوم بودرة ورشة من الزيت الزيتون أو الذرة، بعدين دخلته الفرن أو على البوتاجاز زي ما انتوا عايزين لحد ما القشرة بره تبقى سودة وهو طري. أخده بقى بسرعة وهو سخن أقوم قافلاه في كيس نايلون، أسيبه لحد ما يعرق، بعد كده بقشره ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تشويحة، وبعدين انزل عليه الشوربه. اللبن المكثف المحلى قدامكم على الشاشه، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنضربه كله في الخلاط مع بعضه. في ناس بتحب ترفعه على النار شويه بعد ما يتضرب في الخلاط، وفي ناس ما بتحبش ترفعه على النار، انا واحده منهم. في الخلاط اضرب كل المكونات مع بعضها كويس جدا 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 لحد ما تبقى يعني ممتزجه كويس جدا. خلاص كده بقى عندنا اللبن المكثف المحلى، نحطه في برطمانات ونشيله، ما بيتشالش في التلاجة، بيتشال في الدولاب عادي. الشوربة اهي في الاخر خالص هضربها، وهنزل لها بعد ما اضربها الكريمة الحامضة وهطفي النار. عجينة الشو معانا على الشاشة. عجينة الشو دي بقى، عشان بس نقف هنا بقى ثانية، عجينة الشو لو شلت الزبدة وحطيت زيت وخففتها شوية، يعني زودت البيض شوية خففتها شوية، بقى عندي بلح الشام. لو عملتها بنفس الطريقة دي يطلع منها الإكلير، ويطلع منها البروفيترول، ويطلع منها الحادق، الكنابيهات الحادقة.
تمام. بنعمل ايه بقى؟ بنحط الميه مع الزبده او الزيت على النار يغلوا، انزل الدقيق واحده واحده وبقلب كويس جدا بمعلقه خشب لحد ما يبقى كوره، ارفع من على النار اقلب شويه وبعدين ابتدي انزل البيض واحده واحده. بقى عندي عجينه الشو احطها في الفرن تطلع بروفيت رول واكلير وحادق، اخففها سنه واعملها بالزيت واحطها في كيس حلواني وانزلها على زيت يكون دافي اقدر احط صباعي فيه وبعدين اعلي النار واحده واحده لحد ما يستوي، بقى عندي بلح الشام. طيب الكريم باتيسير، بحط اللبن على النار وفي بوله بضرب السكر مع صفار البيض مع الفانيليا، بعدين انزل لهم النشا، اجيب معلقتين من اللبن على البيض اقلب كويس جدا، ارفع كل ده بقى على النار مع اللبن اقلب 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 لحد ما بقى عندي كريم باتيسير ده بالفانيليا. تقدروا بقى انتوا تزودوا تقسموا الكميه، تحطوا في شويه كاكاو او شوكولاته سايحه، تحطوا في شويه قهوه، برتقان، ليمون، وهكذا، وتقسموهم ويبقى عندكم فليفرز كتير. اللبن المكثف، الكريم باتيسير، الاكلير. ايه الشطاره دي؟ نطلع فاصل، احنا خلصنا كل الاسئله. يلا نطلع فاصل ونرجع. انتوا وانتوا في الفاصل انا هضربها بالمضرب اليدوي، وانتوا هتطلعوا فاصل وترجعوا لنا عشان نعمل السلطه. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. انا ما عملتش حاجه خالص في الفاصل غير اني ضربت الشوربه بالمضرب اليدوي، او تضربوها في الخلاط وترجعوها في الحله ما فيش مشكله خالص. دلوقتي بقى معاد الكريمه الحامضه او اللبنه او كريمه لباني زي ما انتوا عايزين، اي حاجه من غير خالص، مش هتقول لا تماما. اول ما احط بقى الكريمه الحامضه اطفي واقدم على طول عشان مش عايزاها تغلي على النار، هتغير طعمها وممكن تفصل مني، خاصة ان انا مش حاطة في الشوربة دقيق. غرفنا الشوربة، هنعمل مع بعض بقى ببواقي الفراخ المشوية اللي عندنا سلطة التشيكن سيزر سالد. اللي ما عندوش بواقي وحابب ان هو يشوي الفراخ طازة، هنجيب صدور الفراخ هنغسلها بالدقيق